مساء الخير. اهلا بيكم. انا اسف جدا على التاخير، الطريق كان زحمه جدا. ولا يهمك يا رمزي بيه. ازيك يا دكتوره؟ وحشتني يا انكل. انت كمان يا حبيبتي. ازيك يا هانم؟ ازاي حضرتك؟ يعني ينفع يا رمزي بيه ما نشوفش حضرتك غير مره من ساعه الخطوبه؟ في الحقيقه هانم انا ما اتلمش على الموضوع ده، اسالي الدكتوره والدكتور. حقك طبعا، حقك يا رمزي بيه. والله يا انكل مشاغل، يعني كان عندنا شغل كتير قوي انا وسالي الفتره الاخيره، تتعوض ان شاء الله في اللي جاي. طبعا. المهم ان احنا اتقابلنا هنا، على فكره مكان جميل قوي، ويعني الاكل هيعجبكم. انتوا لسه ما طلبتوش حاجه؟ ناديه، انا كنت عاوز اطمن عليكي، وبصراحه انا مش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل ده. بابا كنت عايز ايه يا علي؟ في يا بابا، انا جاي اسالك تاكل ايه، احنا هنعمل اوردر. مش عاوز اكل يا علي. طيب براحتك. بعدين تعالى هنا، اوردر ايه اللي هتطلبوه؟ ما هو مفيش اكل في الثلاجه. افتحوا علبه التون. حاضر. كلامك طلع صح، ابوكم مش طبيعي. ليه؟ هو قال لك ايه؟ افتحوا تونه. ابوكم شكله عنده مشكله كبيره في الشغل على فكره. ما اعتقدش انها حاجه في الشغل. امال هيكون ايه يعني؟ مش عارف، بس اكيد هنعرف. يلا يا فندي، كل واحد ياخد شنطته على اوضته ويفضيها، ولو في هدوم عايزه تتغسل يحطها في سبهة الغسيل، مش هفضل الملم وراك وانا. حاضر يا بابا. اهدى كده. ايه اهدى دي؟ حضرتك تغسل دلوقتي يعني؟ انت مالك اغسل امتى؟ يلا. وبعدين استنوا بقى، اقعدوا. بص يا حبيبي، انت وهو اظن انت كبرتوا بما فيه الكفايه علشان تقدروا الظروف وتعرفوا حجم مصاريفنا ازاي. من هنا وراح يا حبيبي انت وهو. مفيش حاجة اسمها تطلع من أوضة وتسيب النور منور. مفيش حاجة اسمها بلاي ستيشن والتلفزيون يشتغلوا كده عمال على بطال. مفيش حاجة اسمها نور المدخل والجنينة يفضلوا ليل ونهار شغالين، حد يصحى الصبح يطفيهم. أنا مش هفضل ألف وراك وخلي عندكم دم. فاتورة بتيجي قد كده. لا، وكل واحد فيكم عنده فاتورة موبايل، ولسه بقى زيادة يا بابا. اعمل لي سبوت يا بابا. إيه؟ ده أنا لو بغرف من بحر مش هيكفي. حسوا، خلوا عندكم دم، حسوا بالنعمة اللي انتوا فيها. تعرفين فاتورة الكهرباء دي ممكن تفتح بيوت ناس محتاجة؟ وانتوا ولا حاسين. هتتعلموا توفروا امتى لو ما تعلمتوش دلوقتي؟ هتقدروا عيشتكوا ازاي؟ انا مش فاهم، هتواجهوا الغلاء اللي احنا عايشين فيه ده ازاي؟ وبعدين اصلا كل قرش هتوفروه هيرجع لكم في مصاريفكم اللي هي اصلا ما بتخلصش. اتفضلوا يلا اتحركوا. المطعم ده كان بتاع واحد انجليزي هو ومراته. اول مطعم قعدت فيه أنا ومامة إيهاب الله يرحمها أما كنا مخطوبين. ده حضرتك طلعت رومانتك من زمان قوي بقى. هي اللي عرفتني على المكان ده على فكرة. وأنت ما بتجيبنيش أنا ليه؟ ما إحنا هنا أهو. يا سخيف. وأنت ما حكيتلناش ليه عليها يا إيهاب؟ هي مين دي يا طنط؟ مامتك. إيهاب ما بيحبش يحكي لأنه كان متعلق بيها. وعلى فكرة هو كان عنده حق. هي كانت ست مش عادية. الله يرحمها. الله يرحمها. هي كانت قريبتك؟ لا، كنا جيران في المانيال من واحنا صغيرين، بس هي كانت أشطر مني جدا. أول ما اتخرجت اشتغلت في الخارجية. رمزي بيه، وحضرتك كنت شغال إيه؟ أنا كنت بشتغل في بنك من البنوك الاستثمارية. بس أول ما اتجوزنا إيهاب جه على طول. دايما مستعجل هو. وقعدت تترقى بقى لحد ما بقيت الملحق الثقافي بتاعنا في السفاره في انجلترا. هو انتوا ما كنتوش عايشين مع بعض؟ لا، انا سبت شغلي
رغم ان انا كنت ناجح وسافرت معاها وعشنا مع بعض لحد ما حصل اللي حصل وتوفت وسابتنا انا وإيهاب لوحدنا. ما كفايه يا بابا، يعني تعالوا نكمل اكل احسن. انا اللي اسفه يا إيهاب ان انا فكرتك بيها. لا ولا يهمك. عارف يا انكل، احلى حاجه حضرتك قلتها انك سافرت معاها وسبت شغلك عشانها. قد ايه التضحيه دي كبيره. بس عارفه يا سالي، انا ومامة إيهاب كانت كل حاجه بينا بالاتفاق، كان نجاحها هو نجاحي، كانت الحياه بسيطه. ما بالك بقى لو انتوا الاثنين هتنجحوا. رمزي بيه يضايقك يعني بعد ما إيهاب وسالي يتجوزوا يضايقك ان هم يعيشوا معانا في دبي؟ لا 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 لا، انا ما عنديش اي مشكله، اي مكان يعيش فيه إيهاب وسالي ويبقوا مبسوطين انا هبقى مبسوط. هو صحيح انا هبقى تعبان لوحدي، لكن اكيد هبقى جيلكم. ده انت تنورنا طبعا. انا لسه ما قررتش. معلش يا انكل، يعني هو ده قراري انا وسالي لوحدنا، فخليني اقرر وبعد كده هبقى ابلغها. طب وانت ايه المشكله؟ معلش يا بابا، انا محتاج وقت عشان اعرف اقرر. يا مساء النور. اهلا اهلا، ازيك يا رشدي بيه؟ رشدي بيه صاحب المكان، لسه كل الناس بتشكر في الاكل. نورتونا بالهنا والشفا. عليك. امال العروسه فين؟ هي سيدي عروسه ابني الدكتوره سالي. ما شاء الله. يعني انت وابنك خاطبين؟ امال خطيبتك فين بقى؟ الله يحفظك يا رشدي بيه. رشدي بيه دمه خفيف جدا بس اكله يجنن.